موقع بي بي سي تطرق في تقرير له إلى اليوم العالمي لمكافحة جريمة الاختفاء القسري، والذي يوافق 30 أغسطس، حيث يعاني كثيرون من جرائم الإخفاء القسري من قبل أطراف الصراع في اليمن. وفقا للموقع، فقد سجل اليمن منذ اندلاع الحرب ارتكاب أطراف الصراع جرائم الإخفاء القسري ضد كثير من اليمنيين، بالإضافة إلى انتهاكات خطيرة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي في جميع أنحاء البلاد. ولفت موقع بي بي سي إلى أن أطراف النزاع احتجزت مئات اليمنيين، عذب بعضهم واختفى وتوفي آخرون أثناء الاحتجاز، بينهم أكاديميون وصحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان. بحسب الموقع، فإن المعاناة النفسية لأسر الضحايا التي تجهل مكان احتجاز أقاربها أو سببه تتواصل منذ سنوات، وحتى إذا حلفها الحظ وعرفت مكان الاعتقال فإنها لا تستطيع الوصول إلى أقاربها.